البرلمانية عايزة شوية ثقافة وعايزة إحساس بالمسؤولية وعايزة إنك برضو تبقى متشبسة بفلان عايزة تنجحيه أو كارهة فلان عايزة تسقطيه. أي فده شوية عايز طبقة مش الأغلبية. أي دي حاجة. تاني حاجة تصويت عقابي لحزب النور. هو يعني مش فاهم اللي حصل له. اللي حصل له إن الناس اتعلمت الدرس ومش ما هم بيضحكوا على نفسهم. هي دي المشكلة. الناس اتعلمت الدرس وأسقطت النور في أماكن اللي هي عقر ظهره. أيوه بس موقف في حزب النور في 30/6 و3/7 غير موقف جماعة الإخوان. ما هو ده اللي جابه ورا حضرتك. ما هو عمل فيها جدع. إنه كان مع الدولة؟ لا هو مش مع الدولة قلبا يعني. هو مع الدولة منظرا. هو باع الإخوان فالإخوان باعوه. دي حاجات بينهم وبين بعض. مال الحكومة ومال الدولة ومال الشعب المصري أصلا. هو بيقول لحضرتك فندم أجهزة بالدولة صنعت أحزاب وقوائم يقول بقى ودعمتها للسيطرة على البرلمان. ماشي احنا بقى عاجبنا بقى ايه الحاجات اللي صنعتها الدولة والقوائم اللي سيطرت على البرلمان دي. احنا عاجبانا احنا الشعب المصري. بس مش عاجبة مخيو. مش مهم الحقيقة. ما هو سقط في الانتخابات فمش مهم خالص. انما عشان يهدد ويقول ده إقصاء ده سقوط في الانتخابات يا راجل الله. وبقية الناس اللي سقطت دي كلها تروح على الدواعش بقى. يعني ده انت عندك دوائر كان بيبقى على ثلاث انفار اظن مدينة نصر كانوا ثلاثة. ايوه كان في حاجة واربعين. ايوه دول حصل لهم اقصاء. حاجة وستين. دول اقصاء بقى. عدد اللي ترشحوا كتير جدا جدا بالنسبة لعدد اللي نجحوا. دول يروحوا يعني يا فيها على رأي دندراوي يا داعش. ايوه وبعدين انت بتهدد بمين؟ وديهم داعش يا سيدي. يعني هو المفروض يقول يا يخش البرلمان يا الاختفاء القسري على طول بتاع البرادعي.